الا غنمشي عند الديب والنمور كله على الشكل ديال الغنم والله خلق الديب باش ياكل الغنم خصنا نجبيه ما ياكلوش. عندي ناس اميه من 40% ما قراوش واللي قراو قراو غير الخشونه واللي قراو تتحمل المسؤوليه كيشد فيها اجره ليست دائما مبرره. واش غنتسنى من هذا الوقت تكون شي حاجه مزيانه؟ كنقولوا خصنا نوعيو الاطفال بالبناء في المدرسه. الاطفال شنو السلطه عندهم؟ نوعيو المسؤولين اللي كيسيروا، نوعيو البرلمانيين، نوعيو الحكومه، نوعيو الممثلين ديال المشاكل، هما اللي كيتاخذوا القرار. غير الخدمه اللي كيتاخذ القرار. لا صافي صروا صافي زاد قطع. معناها ان الا غادي نحط 70 نحطو في الشرطه ومن هنا غندوز مباشره. حنا في عريش عندنا واد لوكس من واد ليه عندنا لاباج عندنا الرمله عندنا ساحل الرمل اللي هو مورد طبيعي. هذيك الرمله باش تكون خصها على الاقل 2 مليون تعامل يعني من الفوق ميا واجي لهم ومن الواد نسير للشيء ديال العريش حافه من فارس ونسير للشيء ديال جد قبل علاش يمكن الرمله ولا يمكن الحافه هذا خلص راح لوالدي انا قلت لك انا واش غترجع واش غتمشي واش غتبقى غير راح لوالدي اللي بقى في العطاء هي مساله النفايات النفايات المنزليه للاسف في مدينه عرائش مدينه عزيزه عليا ولكن بدينا كنفضلوا اننا ما نجيوش فيها. علاش؟ لان ملي كتجي لها وكتجبر فيها بزاف ديال النفايات في الشوارع اللي هي مهمه للاسف كيحس قلبك اين هي من المسؤول؟ هل من المسؤول؟ على من نرمي المسؤوليه؟ هل على المواطن ام على المسؤولين؟ اين الدور المهني؟ اذا هنا اولا انا هنا اركز على التوعيه كعنصر بشري خاصة في فرص النفايات. إذا لم يكن هناك دروس توعوية ولا دروس خاصة في المدارس والآن كنوجدوا الآن بحوث علمية تتركز على هذا الدور ديال النفايات والعملية ديال الفرص. إذا على الأقل مع غادي يكون هذه العملية ديال التخلص شيئا ما من النفايات. وثانيا المسؤولية خاص تكون بحوث علمية. هذه البحوث العلميه اللي كتنصب في هذا المجال اللي هي تدهور البيئه في مدينه عرائش وعلى الاقل هذاك الطالب اللي غادي يقوم بهذا البحث العلمي في هذا المجال ضروري من انه سينير الرأي العام وغادي يكون كتنوير للسياسه للسياسيين وللمسؤولين عن المدينه وشكرا.